لواء الإسلام في الشمال في مدينة منبج، الآن يتوجه إلى اللواء 93 في منطقة عين عيسى. الله أكبر والعزة لله. هؤلاء المجاهدين يجهزون أنفسهم وعتادهم لدك الحصون الأسدية في منطقة عين عيسى اللواء 93. الله أكبر والعزة لله. شيخيف السلام عليكم. السلام. شو تحب تقول القوات الأسدية قبل التوجه إلى اللواء 93؟ نقول القوة بالله والعزة لله، ونقول لهؤلاء النصر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى مهما طالت الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين، ولن يخذل الله عبادا خرجوا من أجله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شيخنا بس ايش كذا عمرك بالله يا شيخنا؟ 60 سنة. اللهم صل على النبي. العمر كله، هؤلاء من المجاهدين يبلغ من العمر 60 سنة ويقاتل في لواء الإسلام في الشمال في مدينة منبج، والآن ينطلق إلى اللواء 93 في منطقة عين عيسى. الله أكبر والعزة لله. هؤلاء المجاهدين الآن يجهزون أنفسهم وعتادهم للانطلاق لدك القوات الأسدية في منطقة عين عيسى اللواء 93. الله أكبر والعزة لله. منبج إلى منطقة عين عيسى لتحرير اللواء 93. الله أكبر. المجاهدين الآن تقوم بتفيد أنفسهم، هو رسل الآن يتجه إلى منطقة عين عيسى لتحرير اللواء 93. الله أكبر.